وصلنا لفقره المطبخ، وانتوا عارفين دودو في المطبخ وشطارتي في المطبخ طبعا، وده من احب الاماكن لقلبي اكيد. لا طبعا لكن هو النهارده هيكون جميل عشان معايا حبيبه قلبي شريهان ناجيه. اهلا بيكي يا شيري، نورتيني في دايما عامه. مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده حبيبه قلبي. شيري بقى طبعا حبيبه قلبي، يعني اختي الصغننه وصاحبتي وحبيبتي والشياكه والجمال كله. هي النهارده هتعمل لنا اكلتين حلوين سهلين وشيك، ويتعملوا في العزومات كمان، يتحطوا كده على السفره تحفه. يعني احنا لما بنروح لها بالذات في عزومات رمضان اساسي لازم تعمل لنا ايه؟ فتت المكدوس. دي فتت المكدوس هي مشهوره بيها جدا. قولي لنا يا شيري هتعملي ايه النهارده؟ هنعمل فتت مكدوس، وهنعمل سلطه جرجير بالفته تشيز والفراوله. تمام. احنا اخترنا حاجات الناس كلها بتحبها وحاجات سهله عشان تبقى اي حد يقدر يعملها. قولي يا شيري كده المقادير. هنشوف بقى فتت المكدوس، عيش لبناني حمرناه، بتنجان، زبادي، بقدونس، رمان. بالنسبه للبهارات بقى عندنا بابريكا وبهارات السبع بهارات وقرفه. تمام. وهنا بقى عاملين توم بالخل، اللي هو التوم بتاع الفته العادي، نحمر التوم نحط عليه شويه خل. تمام. وبنعمل لها بقى زبادي طبعا، وصوص احمر اللي هي صلصه. هنسبك الصلصه ونحط عليها كده الكاميرا مبينها هي صلصه فعلا. هي صلصه حمراء بس بتتسبك عادي جدا بالزيت، مفيش اي حاجه، وبنحط عليها بهارات وقرفه وشويه سكر. اصلا ريحتها ايه باينه؟ ريحتها بقى القرفه والبهار، بس قرفه يعني معاها قرفه كبيره. انت حاطه فيها شويه البتنجان؟ هنحط شويه بتنجان كمان تانيين. طب يلا حطي بقى دلوقتي. احنا هنبدا كده الخطوات دي. اول حاجه البتنجان بقى حمرناه وهتسيبيها في الصلصه يعني تولعي عليها النار صح؟ انا عايزه اقول لكم بقى شيري برضو لازم كده اتكلمنا النهارده كده سريعا لحد ما لازم استضيفها في فقره كده بالروقان الاسبوع الجاي، عشان في موضوع مهم جدا عايزين نقول لكم عليه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شيري خست، مش عارفه نقول الرقم ولا بلاش. انا بحب اقول ارقام لاني بحب اشجع الناس جدا. قول يا شيري. انا كنت 182 كيلو، انا دلوقتي 93 كيلو. ما شاء فتقريبا الله. خسة حوالي 90 كيلو، قربت على 90 كيلو يعني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. خسيتهم خلال السنه دي؟ خسيتهم في سنه واحده وبدايت من غير عمليه. اهم حاجه من غير عمليه، اهم حاجه واحلى حاجه من غير عمليه، انها من غير عمليه. اصلا دكتوره ما اقتنعش بالعمليات خالص. هي اصلا دكتوره وعندها بانيك وبتخاف من موضوع العمليات وما فكرتش فيه اصلا طول حياتها، وعملت دايت ريجيم وخست بتقليل الاكل كده زي ما بنقول بالرجيم، يعني بتقليل الاكل تمام بالدايت. و دلوقتي بقى احنا حطينا البتنجان على الصلصه. دلوقتي بقت شيري بقى ايه بتاكل قليل جدا، بتاكل حاجات صحيه شاي تايه طبعا بس ده بنعمله اليوم الفري، ده ملوش دعوه بالدايت بس احنا بنعمله اليوم الفري كده عشان اكيد الناس بتاخد فري يعني. حطيتي ايه؟ حطيت شويه بقدونس. قولي لي انا اقول لك ايه بعد كده. بعد كده بقى انا هجيب ال ده العيش اللي احنا مخمرينه. العيش اهو ده لسه في الاخر صح؟ لا ده هنحطه بقى دلوقتي. لا دلوقتي العيش، وده توم بالخل. بحط على العيش شويه توم بالخل كده. فقولي لنا بقى يا شيري انت اولا احساسك ايه بعد ما خسيتي؟ والله انا طبعا مبسوطه جدا، انا مبسوطه ان انا بقيت اسهل في الحركه. بس انا يعني متصالحه مع نفسي جدا، حلوه في التخن وحلوه في الرفع على فكره نفسي وعندي ثقه رهيبه يعني الواحد ما يحبش يقول كلمه التخينه دي، بس هي التخينه اما كانت مليانه يعني كانت قمر، وهي دلوقتي قمر، هي على طول جميله ما شاء الله وعندها ثقه بنفسها. دلوقتي هنحط ايه بقى؟ هنحط الطبق باين ولا لا؟ باين ولا باين؟ باين ولا نحب نشيل ده كده ونطلع ده قدام؟ ماشي ايوه كده. اوكي دلوقتي العيش اهو حطينا، هنحط بقى عليه البتنجان. يعني كل ده بيبقى عيش؟ كل ده بيبقى عيش. هو اصلا بتبقى احلى حاجه فيها العيش المحمص لان هو ده. يعني هيشرب الصوص ده. هي شيري حطيتي كده البتنجان على الوش كده، حطينا البتنجان هننزله بقى كله. تمام. والمهم بقى ان هي خست خلال سنه، برضو دي يعني حاجه انت برضو كدكتوره تقوليها للناس انه طبعًا. هي اصلا صيدلانيه. انا مفيش اي حد مصدق ان انا عملت رجيم، كل الناس فاكره ان انا عامله تكميم، بس انا شكلي مش شكل التكميم خالص. لا الناس بتوع التكميم دول ليهم شكل كده،
سكالتن واقع، ستراكشر بتاع البادي كده تحس انه مش مظبط، ده مش شكلي على فكره. وانا لسه مكمله، لسه مكمله، عشان الناس مش عارفين يقولوا لي انت تخينه قوي، بيجي لي حاجات كتيره، انت لسه تخينه ولسه مكمله قدامي 20 كيلو تقلق ولسه قمر. بس نفسي ما تخسيش اكتر من كده، كده جميله قوي والله. انا حاسه ان انا لسه عايزه شويه. هي اصلا دلوقتي بقت بتاكل قليل، بتاكل حاجات صحيه يعني، حاجه دلوقتي حطينا بقى البتنجان اهو، نحط عليه شويه بقدونس. اوكي احنا نحط دي كده، نشيل الحله دي بقى، مش الحله دي خلاص. الحله دي خلاص. وبعد ما حطينا البقدونس بقى هنحط الزبادي. الزبادي ده زبادي انا حط عليه قرفه وبابريكا وبهارات. تمام، زبادي، زبادي، قرفة وبابريكا وبهارات. تمام تمام جميل. خلصت تهتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة بقى الجارنشنج بتاع الطبق الاخراني ده، عيش كده محمص. هي بقى اهم حاجة دي، اصلا ملكة الديكورات، بيتها كله ديكور. كل مناسبة تقلب لنا البيت كله ديكورات. اهم حاجة في الاكل في الجارنشنج الاخراني. ايوه، العين بتاكل قبل ايه؟ البق، قبل البق. فهي بصراحه بتعمل لنا ديكورات فظيعه مبهره في العزومات عندها. وبعدين هي ما خدتش وقت اصلا، يعني المكبوس ده سريع. فكنت بقول ايه، كنت بقول ان شريهان خست خلال سنة كاملة، رقم كبير. فمحدش برضو يخس بسرعة، حكاية الدايتات السريعة دي بيرجعوا تاني. هي مش دايتات سريعة. هو الفكرة ان انا رحت للدكتور، هو عالج سبب التخن. كنت اول مرة اعرف ان التخن ليه سبب، يعني ليه سبب غير الاكل الزيادة. فطلع ان التخن ليه سبب ميديكال غير الاكل الزيادة. زي ايه مثلا؟ فانا كان عندي مقاومة انسولين وكان عندي هرمونات عالية. فبدأنا ان احنا يعني نعالج ده. طب حلو، دي حاجه كويسه برضو ان الواحد لازم يروح. بصوا بقى في الجارنشنج هنا في بتنجان مقطعه اصغر شويه من البتنجان الثاني، لان الثاني بيبقى التفاصيل بقى دي يا جماعه مهمه، ركزوا بقى. مقطعينه صغير لان متقطعه صغير قوي، ولو حطيناه في الصوص وهيقعد يغلي هيتهري. فانا بحطه اخر غلوه في الصوص، ياخد غلوه واحده بس عشان ما يبقاش يعني ايه مهري. طب احنا عايزين احنا الوقت جري، فاحنا عايزين نلحق نعمل السلطه. انت دي هتحطيها، هتكملي الديكور بدي؟ هنكمل بدي، هي خلاص تقريبا احنا خلصنا دي. هنرش شويه رمان. الله 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 على الحركات كده. وهنحط هنا في النص رمان. الطبخ متعب يا شيري؟ لا خالص، لان انا بحبه. وبعدين هنحط بقى سينيبر. الله على الجمال. في الاخر خالص هناخد كده يا جماعه، دي احلى اكله في الدنيا بجد. دلوقتي هناخد بقى رشه من دبس الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه عندنا سلطه، بس احنا وقتنا بيجري، هنعملها سريعا. هي السلطه هنحط الحاجه على بعض بس. الله على الحلاوه، الله على الجمال، ما شاء الله. كده خلصنا، ممكن نحط الطبق بقى هنا كده. هو باين ولا ماشي، انسيبيه بقى وانت اعملي السلطه. السلطه بقى سهله جدا، يعني جرجير انا بشيل منه من غير ما بنقطعه، بنشيل العود بتاعه، لير جرجير، لير ستروبري كده فراوله، ولير جبنه فتة تشيز متفتفته. حطيتي ايه بقى هناك؟ نرجع تاني نحط جرجير. انت حطيتي جرجير وايه تاني؟ وفراوله وفتة تشيز. جرجير وفراوله وجبنه وفتة تشيز. ممكن الفته او ايه؟ فته لو اي حاجه، حد بيحب تاني بلو تشيز، حد بيحب جبنه براميل بتبقى تحفه برضو. يعني كل واحد بقى حسب التيست بتاعه، يحط الجبنه اللي بيحبها. حطيتي جرجير وفراوله، هنيجي بقى نحط كده. وبعدين الجبنه بقى دلوقتي. تمام. وانت عامله الصوص عباره عن ايه؟ الدريسنج بتاع السلطه؟ الدريسنج بقى بتاع السلطه بلسمك وزيت زيتون وملح وفلفل ومستردة وشويه سكر. تحفه. ده بقى مكسرات على عين جمل. تحفه جدا. حلو قوي يا شيخ. هنحط الدريسنج. والسلطه دي تعتبر برضو من الحاجات الصحيه. الحاجات الصحيه وكلها فيتامينات. انت ممكن تشيليها تحطيها هنا يا شيري عشان يصوروهم جنب بعض. اوكي.
اشيل انا حاجه وانت حاجه؟ اه طب ماشي يلا ماشي. انت حاطه دي كده جميل. احنا كده خلصنا صح؟ دي كده مكونات السلطه، الحاجات بتاعت السلطه، ودي الحاجات بتاعت الفته اللي احنا بنحتاجها. تمام تعالي هنا يا شيري كده خشي. دي حاجه السلطه، السلطه المكونات بتاعتها اهي. آه. جرجير، فراوله، والفته، وحاجه الفته اهي، مكونات الفته اهي. آه. العيش والحركات والبتنجان. ايه رايكم؟ وده شكل الطبقين التحفه اللي خلصوا. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي يا شيري يا حبيبتي. بقى ادوق الطعم بقى. هندوق طبعا هندوق طبعا هندوق. بس الريحه شمنها ولا لا؟ لا لا فظيعه، اهم حاجه شمين يعني. فظيعه جميله. وتسلم ايدك يا شريهان. أوه. تسلم ايدك يا حبيبه قلبي، ونورتيني النهارده. ميرسي يا دودو. دايما عامر، وان شاء الله فكري بقى في اكله ثانيه تعمليها لنا الاسبوع الجاي. بس عايزين هناخد بقى معاكي وقت اطول شويه عشان تحكي لنا على الدايت، علشان نفيد برضو ايه الناس. خلاص شكرا ليك يا حبيبتي. ميرسي يا دودو. شكرا ليك. يلا مشاهدينا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.